وحش بملامح بشرية وكأنها مصنوعة، لا أحد يعرف من أين أتى أو ماذا يريد وما سبب كل هذه الوحشية والقوة لديه. جيسون ذا توي ميكر موضوع مقطعنا هذا اليوم، معكم أندر في مقطع جديد عن الوحش صانع الألعاب من كريبي باستا جيسون. ولهذا قبل أن نبدأ اللايك والاشتراك ولنغوص في عالم النهاية. تبدأ القصة قبل قرون من هذا الوقت مع فتاة تسمى أنابيل. أنابيل فتاة انطوائية ووحيدة، وهذا بسبب عائلتها التي تلزمها بالابتعاد عن الآخرين. حتى والديها لم يكونا مقربين كفاية لها. كانت أنابيل تشعر بالأسى على نفسها، لهذا قررت صنع صديق له. كان والد أنابيل نحاتا، لهذا قد ورثت فن النحت عنه، حيث قامت بصنع شكل شاب في مخيلتها وقامت بنحته على الخشب. لكن المنحوتة كانت أجمل بكثير مما تخيلتها. كان شابا طويلا وقرمزي الشعر وذو بشرة شاحبة وعيون خضراء وكأنها تتوهج كالزمرد، وقد أطلقت عليه اسم جيسون. كان جيسون مجرد دمية، إلا أن أنابيل كانت تحس أنه حي من شدة وحدتها، إلى حد أنها تبكي في حضنه. حتى قامت تلك الدمية في أحد الأيام باحتضانها، وقد تحول جيسون من دمية إلى شبه بشري. كان جيسون شخصا طيبا إلى حد ما، فقد كان يسعد أنابيل من صغرها حتى مراهقتها بكل الوسائل والطرق. ولكن أنابيل كلما كبرت كانت تتغير، أصبحت تهمل ذلك الصديق الذي أنشأته من ظلام الوحدة. إلى حد وصولها لسن 16 أصبحت أنابيل لا تتحدث مع تلك الدمية أو حتى تنظر إليها. أصبح جيسون خامدا لفترة 4 سنوات، حيث تزوجت أنابيل في سن 20. وهنا استيقظ الوحش الذي كان في داخل جيسون بحثا عن المختار أنابيل لإعادة اهتمامها له، حيث قام بقتل كل عائلتها ومن حولها وحولهم إلى دمى. لم تتقبل أنابيل ما حدث لعائلتها، فقد انهارت وأحست أنها أصبحت وحيدة، فتذكرت أنه لا زال جيسون موجودا. وهنا عادت له وكان الشخص الوحيد الذي واساها. لكن جيسون لم يكن غبيا، فهو لم يعد خائفا من نسيانه، بل أصبح يعرف طبائع البشر التي هي أسوأ من الوحوش حتى. ولكي لا تخونه أنابيل مجددا، بعد مرور عام واحد من ذلك الحادث حولها إلى دمية، وقد جعلها داخل صندوق خشبي في قلبه لكي تبقى معه إلى الأبد. جيسون ماير هو وحش كان دمية مسكونة في السابق بسبب وحدة أنابيل، وقد تحولت تلك الروح التي في داخله إلى مسخ مجنون وقاتل بعد إهماله. شكل جيسون صانع الدمى هو رجل يبدو في 30 من عمره، شعره قرمزي اللون وعيونه خضراء زمردية متوهجة، لديه وجه شاحب وأسنان مثل القرش، كما يرتدي ملابس بهلوان وقبعة طويلة ويديه سوداوتين ذو أظافر. شخصية جيسون هو شخص كاذب وأناني وساد ومهووس بالسيطرة، يحب تعذيب مختاريه عبر خداعهم من البداية بأنه شخص طيب. جيسون هو أكبر فرد في سيرك جاك من العمر، لذلك هو أحد أذكى الشخصيات الذين فيه، وهو صديق للجميع خصوصا كاندي بوب. كبقية أفراد سيرك جاك الضاحك، فجيسون عدو لعدة شخصيات فكري بي باستا كالأرق أو آلي الدمية النحيلة، لكن عدوه الأكبر هو ذا بابيتر. لدى جيسون صانع الدمى 3 دمى يخدمونه، هم بلاك ماوس وهي فأرة لعبة شريرة، ومستر جلوتون سنيك وهو لعبة أفعى محشوة حجمها ضخم، وذا باكيجينج وهي عبارة عن عبوة حية يضع بها الدمى. بالرغم من شر جيسون، إلا أن كل الدمى التي صنعها يعاملها بعاطفة، حتى أنه يعاقب الأطفال الذين يقومون بتعذيب دماهم.
حلم جيسون هو أن يجد الفتاة المختارة التي لن تتركه مهما كلف الأمر. لدى جيسون عدة قدرات، منها الخلود وإحياء الدمى والألعاب، وكذلك تحويل الناس إلى دمى. يتحول لوحش عند جنونه، جسده أصلب من الفولاذ وكأنه ليس خشبيا، وهذا ما أهله أن يكون الرجل الثالث في السيرك. كما أنه ذكي للغاية ولديه شكل يجعل البنات تحبه على غرار شكله الحقيقي، وكأنه يتحكم بعقولهن. جيسون صانع الدمى، كان ضحية لأحد أقصى أنواع الخيانات، ولهذا احذر أن تخون صديقك الخيالي، فقد يكون مصيرك مثل أنابيل. أرجو أن يعجبكم المقطع يا أساطير النهاية حول صانع الدمى جيسون. وكإجابة عن سؤال المقطع السابق، فهي العجيب أكثر وحوش تريفور هاندرسون جنونا. أما سؤال مقطع هذا اليوم، من هو القاتل الذي يمتلك قدرات القطط في شخصية كريبي باستا؟ ننتظر إجاباتكم في التعليقات، وأراكم في عالم النهاية.